العلل لابن أبي حاتم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال أمين. قال المصنف رحمه رفع الله مقامك ووفقك لكل خير وبر، ووفق الجميع لكل خير وبر، وثبت لنا هذه المجالس وجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، والله يكشف عن القلوب، فوجد قلب إن وجد قلبا صادقا مخلصا أعطاه وفتح عليه ما لم يفتح على غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الشيخان الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى في كتابيهما إلي، قال: أنا أبو الحسن علي بن مشرف بن مسلم الأنماطي من أصل سماعه. قال الحافظ أبو طاهر: وأخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي بمصر. قال: أنا أو حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحافظ بمصر، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المعروف بابن النحاس المعدل قراءة عليه بمصر في المحرم سنة 47. قال: أخبرنا أبو محمد دعلج ابن أحمد بن عبد الرحمن السجي قدم علينا سنة 37. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد البراء في ربيع الأول أو البراء في ربيع الأول سنة 88. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن رجاع السعدي المديني قراءة عليه. قال المديني أو المدني؟ المديني. نعم. قال قراءة عليه: قال: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فلأهل المدينة ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب. قف. قال نظرت فإذا، قال نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة. طبعا هذه المعرفة هنا ويبين لك بأن الإسناد يدور على ستة، وهم من حفاظ الدنيا وهم المدخلين في هذا الباب، وهذا علم يعني علم الرجال أصل السند، يعني هذا أصل العلوم في ذلك، وأن تعلم بأن مدار الإسناد أو مدار الحديث على المتقنين الذين ذكرهم الإمام علي بن المديني، أن تعلم يعني من أوثق الناس فيهم، السلسلة التي هي من أصح الأسانيد إلى هؤلاء، تخبر أسانيد هؤلاء العلماء، كما ترى بأن بعض العلماء من المتقدمين يعني تتعجب عندما تنظر بأنه يقف على عنعنة لسليمان بن مهران مثلا ويمررها ولا يعل الحديث بهذه العنعنة، لأنه خبر حديثه وعلم أن هذا الحديث سليمان بن مهران، وأنه لازم هذا الشيخ، وأنه لا يمكن أن يكون قد سقط منه حديث من أحاديث هذا الشيخ. الغرض المقصود معرفة ما يدور الذين يدور عليهم الإسناد أو يدور عليهم الحديث، وأيضا معرفة أو الخبرة أو إتقان حديث الراوي من غيره، يجعل الإنسان كما قلنا له ملكة، يعلم أن هذه من أحاديث هذا الراوي أو ليس من أحاديث هذا الراوي. لذلك قال بأن الأسانيد تدور على ستة، فذكر منهم محمد. قال فلأهل المدينة محمد. نعم. قال من أهل المدينة محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، سكن الشام وروى عنه أبان بن عثمان وإبراهيم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهو روى عن هؤلاء، وطبعا روى أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد روى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام الزهري روى عن أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وروى عنه أبان بن صالح وإبراهيم بن إسماعيل وأسامة بن زيد الليثي. الحق أنه روى عنه أيضا ممن روى عن الإمام الزهري، هناك من قيل فيه أثبت نفس الزهري ابن أبي ذئب، وأيضا الإمام مالك، وأيضا ابن عيينة، وأيضا الليث بن سعد، وهؤلاء من أساطين المحدثين، في هذا الباب. فمحمد بن مسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري
فعلماء الجرح والتعديل تكلموا في محمد بن مسلم علوا، فمحمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن مسلم له منة على هذه الأمة عظيمة، فإن عمر بن العزيز أمره بكتابة بتدوين الأحاديث، فقد دون الأحاديث بأمر عمر بن عبد العزيز. ابن سعد في الطبقات قال بأنه في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، قال علي بن المديني له نحو 1000 حديث. قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود أسند الزهري أكثر من 1000 حديث عن الثقات. طبعا المعلوم لتعلموا بأن الإمام الزهري يعني أمير المؤمنين في الحديث، وهو واسع الرواية جدا، وكان يقول ما جالست أحدا، يعني من شيوخي ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده، كأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فهذا كان وعاء للعلم، ومع ذلك استوعب ما عنده، وهو قال ضاع عليه علم كثير بالمجادلة مع ابن عباس، لكنه يقول سوى من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، هذا الذي كلما جلس له كلما وجد جديدا، وكان محدثا فقيها. من هذه الحديث مسند وقدر 200 عن الثقات. وعن عبد الرزاق قال قلت لمعمر هل سمع الزهري من ابن عمر؟ قال نعم سمع منه حديثين، وهذا خلاف بين العلماء، والحق أنه ثابت، لأن الزهري من صغار التابعين، الزهري من طبقة صغار التابعين. قال العجلي أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وسهل بن سعد عبد الرحمن بن أزهر ومحمود بن الربيع، لأنه كان صغيرا الأنصاري. طبعا أنس تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، وكان من أطول الصحابة عمرا. وروى عن ابن عمر نحو من 3 أحاديث، وأيضا روى عن السائب ابن يزيد، لكن هو كما قلنا مصنف أنه من مصنف في طبقات صغار التابعين عنده هو. ها نعم نعم ممتاز. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا. الحق بأن الإمام الزهري أيضا له أقوال فقهية كما تعلمون ولا أخفى عليكم. وقال معمر عن صالح بن كيسان كنت أطلب العلم أنا والزهري، قال فقال نكتب السنن، فقال فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى نكتب ما جاء عن الصحابة، قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت، قال فأنجح وضيعت. وتعلمون العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، فالاهتمام بأقوال الصحابة، لأن هناك أقوال من الصحابة موقوفة لكنها تعد مرفوعة. وقال أيضا النسائي الإمام النسائي أحسن أسانيد تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، منها الزهري عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، وهي أحسن الأسانيد، وبعضهم يقول من أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الزهري عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام الزهري إمام علم، والإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث، ولذلك أهل المدينة يدور الحديث هناك على الإمام الزهري. نعم، وهو محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم روى له الجماعة. قال رحمه الله ولأهل مكة عمرو بن دينار وصدر الباب في أهل المدينة، قدمهم طبعا هنا لابد أن تعلم أن علي بن المديني هنا من فقهه أنه قدم المدينة على مكة، لأنه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأن المدينة هي التي أسس النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدولة الإسلامية، ولأن المدينة أيضا قد انتشر فيها العلم انتشارا عظيما، ولذلك أنت ترى أن الإمام مالك يعني قال بأن العلم كان في المدينة، والرواية كانت في المدينة، فقال إجماع أهل المدينة حجة، كان يرى بأن إجماع أهل المدينة حجة، لذلك صدر علي بن المديني، وهذا دلالة على أنه محدث فقيه له فقه، وإن كان الأمر ليس علامة ظاهرة فيه، لكن أيضا هو قد انشغل بالعلم دراية ورواية، فقال في أهل المدينة محمد بن مسلم، ثم قال ولأهل مكة، قال ولأهل مكة عمرو بن دينار رحمه الله، ولأهل مكة عمرو بن دينار المكي، وعمرو بن دينار شامة في أهل مكة، وعلم أهل مكة دور عليهم. عمرو بن دينار أبو محمد الأسرم روى عن بجالة وأبي الشعثاء، وروى عنه أيوب السختياني وجعفر بن محمد الصادق،
والحق بأنه روى عنه ابن عيينة وهو أثبت الناس فيه, روى عنه ابن عيينة وهو أثبت الناس في عمرو ابن دينار. قال أبو بكر البزار, قال أبو بكر البزار لين الحديث, وهذا كلام مطروح, وأيضا هذا من باب كما علمنا وتعلمنا قبل ذلك في الجرح والتعديل, من باب الجرح الذي فيه الإجمال صحيح, لا سيما هنا قد ورد فيه التوثيق ولا يقبل الجرح إلا مفسرة. قال أبو حاتم الرازي ثقة ثقة, هذا انتهى, لا ما جاوز القنطرة, هذا على إلى السحاب وفوق السحاب, هذا على إلى السحاب وفوق السحاب. قال أبو حاتم الرازي ثقة ثقة, وتعلمون أبو حاتم الرازي فيه شيء من التشدد في التوثيق, ولكنه ألين من أبي زرعة, يعني أخف وطأة. أبو زرعة متشدد جدا في هذا الباب, حاد جدا النفس في هذا الباب, كما قال من؟ كما قال الذهبي. قال أبو زرعة, قال أبو حاتم الرازي, أعتذر أنا قلبت المسألة, أبو زرعة قال ثقة, أبو زرعة قال ثقة, وأبو زرعة فيه شيء من التشدد. شوف انظر, وقلنا أبو حاتم أشد منه وهو حاد جدا, قال عن عمرو بن دينار ثقة ثقة, انتهى الأمر, هذا توثيق ليس بعده توثيق. وتعلمون أن مراتب التوثيق كما قال ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل, أن ثقة ثقة بأنها أعلى درجات التوثيق بعد قول أوثق الناس. ثقة ثقة, وهذا يقوله من الذي عز عليه أن يقول ثقة في الشافعي وفي مسلم, قال في مسلم صدوق, وقال وقد بينت أنا قبل ذلك بأنك لو وجدت كلام أبي حاتم بأنه قال في راو صدوق فعلم أنه أراد ثقة وبينا ذلك. فهو قال في عمرو بن دينار ثقة ثقة, وقال أبو زرعة ثقة, قال النسائي ثقة ثبت, وهذا أيضا فيه علو التوثيق, لأن النسائي متشدد أيضا في التوثيق, لأن النسائي متشدد في التوثيق. قال النسائي ثقة ثبت, قال الجيلي ثقة, قال الإمام الزهري ما رأيت شيخا أنص للحديث منه, يعني كأن عمرو بن دينار يعني يحفظ الحديث على قالبه ولا يروي بالمعنى. قال سفيان ابن عيينة ثقة ثقة ثقة, وقال قال أعلم أهل الكوفة هو أعلم, أسف, أعلم أهل مكة هو عمرو بن دينار, قال ثقة ثقة ثقة. طبعا هذا توثيق من التلميذ, وأي تلميذ؟ هذا من أساطير المحدثين, هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز, يقول في شيخه وهو عمرو بن دينار, وذلك اتفقت كلمة العلماء أن أوثق الناس في عمرو بن دينار هو سفيان ابن عيينة, أوثق الناس في عمرو بن دينار هو سفيان ابن عيينة, وعمرو بن دينار روى له الجماعة, لذلك قال يدور العلم على هؤلاء أهل مكة, يدور العلم فيهم على عمرو بن دينار. وهذا أيضا إن دل لك على 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 القريحة, وعلى أيضا عظم علم الإمام علي بن المديني ودقة الإتقان عند علي بن المديني في معرفة الرجال. قال رحمه الله تعالى ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي, قتادة بن دعامة السدوسي في أهل قال ولأهل البصرة, وقدم أهل البصرة لأنها عامرة بعلماء الحديث, فقدم فيهم من أساطين المحدثين نوادر الحفاظ هو قتادة بن دعامة السدوسي. وهذا يفيدك كما قلنا إن سألت أو إن سأل سائل أو أسألتكم أنا, يعني ما فائدة أن تعلم مدار الأحاديث على هؤلاء الرواة في علم علل الحديث؟ ما الفائدة؟ معرفة الرواة المكثرين ممتاز, وهذا يفيد الجادة وغير الجادة, ويفيد سلك السلسلة سلسلة الرواة عنه, وأيضا ومدار الأسانيد ممتاز. نعم, وهذا صحيح كما قالت مسدد أيضا, كلام طيب. ونعم, تكوين الملكة في هذا معرفة أنهم خبروا حديث الراوي. نعم, فإن كانت العلة الخفية يستطيع بعد ذلك المرء أن يبين العلة في الحديث.
ممتاز، الممارسة لتكسب الملكة، لتمييز هل الحديث من هل هذه الرواية من أحاديث فلان أم لا. ممتاز. قال قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة روى عنه أبو أمامة الثقفي وأبو بكر بن عمير، وروى عن أبي أمامة الثقفي وأبي بكر بن عمير، وروى عنه آدم بن عبد الرحمن وأبان بن يزيد وأبو محمد الحكمي. والعجيب قتادة أثبت الناس فيه، أثبت الناس فيه سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وأثبت الناس في قتادة، فروى عنه سعيد بن أبي عروبة. قال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة واسع الحديث. والحق أن قتادة قد يقدم على الزهري، حق بأن قتادة قد يقدم على الزهري في أنس. قال ابن حبان كان من حفاظ أهل زمانه وكان مدلسا، والزهري أيضا كان مدلسا، واغتفر التدليس في بحر الرواية. قال أبو داود حديث قتادة عن 30 رجلا لم يسمع منهم، ولم يثبت عندنا عن قتادة القول بإيش؟ بالقدر. هو يريد أن يبرئه، والصحيح بأن قتادة كان يقول بالقدر، وكما قال الإمام الذهبي مثل قتادة يقول بالقدر، وقد قال علماؤنا قولا فصلا ويغمر في بحر رواياته، ويغمر في بحر رواياته. قال أبو زرعة من أعلم أصحاب الحسن قتادة، قتادة من أعلم أصحاب الحسن. قال الحاكم هو إمام حافظ ثقة. قال أحمد بن صالح الجيري ثقة يتهم بالقدر ولا يدعو إليه ولا يتكلم فيه. الآن أسألكم طلبة الحديث، قال أحمد بن صالح الجيلي عن قتادة قال ثقة يتهم بالقدر ولا يدعو إليه، لا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه، ما يفيد كلام أحمد بن صالح الجيلي في توثيق قتادة مع أنه قال يتهم بالقدر ولا يدعو إليه ولا يتكلم فيه؟ ما تستفيدون من كلامي حديثيا في التأصيل الاصطلاحي؟ نعم، الأخذ عن أهل البدع ما لم يدعو إليها، قبول الرواية، البدعة على تسقط الرواية، ممتازة، جواز الأخذ عنه، نعم، صاحب البدعة إن لم يكن داعيا إلى تؤخذ منه، ممتازة سكينة، هذا صحيح هذا الكلام. عمر قال إثبات رواية المبتدع وأشير إلى الأخذ عنهم دون الدعوة، يعني إيش دون الدعوة؟ الدعوة إلى بدعته، وهذا خلاف الراجح، ممتاز. يعني إيش بقى خلاف الراجح؟ وإن كان يدعو، الصحيح الراجح وجهاد أتى بها، أنت ما رأيته، والله ما رأيته، لكن جهاد أتى بها وقال وإن كان داعيا لها فالحق أنه لا تسقط الرواية. وعمر بن حطان يروي عنه البخاري وإن كان داعيا، فإن البدعة لا تسقط الرواية. والحق بأن التمثيل بقتادة أفضل التمثيل، لأن يحيى بن سعيد القطان لما قالوا له على مسألة البدعة قال أن لكم بحديث قتادة وأن لكم بمثل حديث قتادة. والحق بأننا نقول هو أراد تبرئة من أنه يدعو لها فلذلك يروى عنه، والصحيح ولو كان داعية لها لا تسقط رواياته، والصحيح الرارح وأنه لو حتى نعم أنه تقبل مطلقا قبل أخينا، والله ما رأيتها، ممتاز. عامة هي رواية المبتدع تقبل مطلقا حتى ولو كان داعية لبدعته، حتى لو كان داعية لبدعته. عبد الرحمن بن مهدي يقول في قتادة قال قتادة أحفظ من 50 مثل حميد الطويل، الله أكبر. وطبعا يشتركون جميعا، حميد الطويل يشترك مع قتادة في الرواية عن من؟ عن أنس، وحميد يروي عن أنس بواسطة ثابت البناني، ويروي عن أنس مباشرة، وهو يشترك مع قتادة في رواية، وقتادة يقدم على حميد، وقد قدمه بعضهم على ثابت البناني. قتادة قال أحفظ من 50، وليس أحفظ من 50، قتادة من نوادر الحفاظ، قتادة من نوادر الحفاظ. قال ابن خزيمة قتادة أعلم أهل عصره، قال ابن خزيمة قتادة أعلم أهل عصره. قال الإمام البخاري كثير الحديث، وقال لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة. والحق بأن قتادة ثقة، بل ثقة وفوق الثقة، وحبا وكرامة،
قال الحسن قال محمد بن سيرين وهو من أورع الناس من خار الرواة. قال محمد بن سيرين عندما جاءه أو هو قال أنه رأى ديكا التقط درة فأخرجها كما كانت وأخرجها أقل مما كانت وأخرجها أفضل مما كانت فأولها بالرواة الثلاثة أولها بنفسه وقتادة والحسن. قال أما ما أخرجها كما كانت هو قتادة صاعقة الحفظ هو يحفظ فلا ينخرف ما لا ينخرف معه حرف ما كتب سوداء في بيضاء ما كتب سوداء في بيضاء. فقال قال وأما الذي أنقصها هو أنا لأنه إذا شك في حرف لا يأتي به ولأنه لا يرى الرواية بالمعنى ولأن محمد بن سيرين كابن عمر لا يرى الرواية بالمعنى. وأما الذي أتى بها بأفضل هو حسن إلقاء وحسن تعبير الحسن البصري. وقتادة روى له الجماعة ثم قال قال رحمه الله تعالى ولأهل البصرة ويحيى ابن أبي كثير ويكنى أبا نصر. ولأهل البصرة من؟ هو ذكر اثنين قتادة ويحيى. قتادة قال من أهل البصرة يعني. ويحيى ابن أبي كثير ورتبها. شوف الترتيب هنا ترتيب على تدقيق العلم في هذا الباب. ولأن كما قلنا قتادة من حفاظ الدنيا من نوادر حفاظ الدنيا. يحيى ابن أبي كثير المتوكل البصري. يحيى ابن أبي كثير قبل أن نبدأ في الكلام عليه هو له كلام من ذهب الذي نقله عنه الإمام مسلم عندما قال لا ينال العلم براحة الجسد. بشار يقول شيخنا ليس بدعة القدر بدعة مكفرة. قلنا نعم لكن لا تسقط على صاحبها وقد يكون من المتأخرين الذين لا يقولون بنفي العلم وهذا الحق أنه لا يقول بنفي العلم. فؤاد العتاب عليك شديد بالتقاعس والتكاسل والتأخر عن الدروس. ماذا نفعل معك يا فؤاد؟ أين كنت؟ ما أدري ما يعني هل أخذك من العلم الكرة أم ماذا؟ لما تأخرت؟ لما تقاعست؟ غفر الله لك. يحيى ابن أبي كثير والذي نقل عنه الإمام مسلم أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. يحيى ابن أبي كثير روى عن أبي الحارث الغفاري وأيضا روى عن أبي الحسن المدني وروى عنه أبان. وطبعا المسألة على اختصار من روى عنه ومن يروي عنه. قال أبو جعفر الطحاوي ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. هذا الكلام صراحة فيه ما فيه. يحيى بن أبي كثير عالم من العلماء يقول لا ينال العلم براحة الجسد. قال الطحاوي ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. قال العقيلي يذكر بالتدليس وهو يرسل أيضا لكنه لا ليس قادحا فيه. قال أبو حاتم إمام لا يحدث إلا عن ثقة. وهذه مسألة مهمة جدا. ولما يقول أبو حاتم هذا الكلام فيه ما فيه من التوثيق العالي له. قال هو إمام لا يحدث إلا عن ثقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة يكون توثيقا لمن يروي عنه وإن لم يأتي فيه الجرح والتعديل أم لا؟ الحق أن هذا خلاف من العلماء خلاف من العلماء. وبعض العلماء يرى بأنه من روى عنه من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة بأنه توثيق على الإطلاق. وبعضهم على الإطلاق قال ليس توثيقا على الإطلاق لا سيما وأنه قد قيل في مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة وقد روى في الموطأ عن بعض الضعفاء وقد قيل وأنه لا يروي عن أهل البدع وقد روى عن بعض أهل البدع. وأيضا قيل في الشعبي عامر بن شراحيل أنه قال أنه قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة وقد قال هو نفسه. ماذا قال؟ ها قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. نعم ما زالت عندي يا شيخ داود حافظك ربي الحق بأن الكلام على مسألة من روى لا يروي إلا عن ثقة ليس توثيقا. الراجح أنه ليس توثيقا إلا إذا احتفت القرائن فقال أبو حاتم إمام وهذا تبجيل وتوقير لمكانة يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة. قال ابن حبان كان يدلس وقلنا كان يرسل كثيرا. قال أحمد بن حنبل من أثبت الناس وأحمد عدل في التوثيق. قال أحمد بن حنبل قال كان من أعدل الناس من أزبط الناس. وقال ابن صالح الجيلي قال ثقة يعد من أصحاب الحديث. طبعا هو لما يقول من أصحاب الحديث هذا زيادة توثيق هذا زيادة توثيق لابد أن تعلم بهذا
لأنه إذا قال صاحب حديث إنه قال صاحب سنة وصاحب حديث، صاحب الحديث كما قال أحمد ما من هو صاحب الحديث؟ صاحب الحديث هو الذي يتمرس الحديث ويعمل به، والذي يتقن ويتمرس الحديث ويحفظه ويعمل ويعمل به. فإن رأيت في الراوي قال فيه صاحب حديث فاعلم أنه من أعلى درجات التوثيق. ووثقه أيضا ابن معين ويحيى بن أبي كثير روى له الجماعة، وهذا مدار حديث أهل البصرة على يحيى بن أبي كثير. نعم. قال مع قتادة طبعا. قال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قال ولأهل الكوفة أبو إسحاق. وصراحة يعني أهل البصرة والكوفة وأهل العراق كلية كانت عامرة، بغداد كانت عامرة بأهل العلم، وإن شاء الله ما زالت، ونسأل الله جل في علاه أن يعمرها بالأخيار الأبرار، وألا يمكن الروافض الخبثاء من هؤلاء الأخيار الأبرار. اللهم أمين. اللهم عليك بأخبث خلق الله، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. اللهم انصر إخواننا في الموصل، وأنصر إخواننا في جميع بقاع الأرض، وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى ولأهل الكوفة أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد. عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيع الكوفي. عمرو بن عبيد الله عمرو بن عبيد الله عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق الكوفي روى عن أبي بكر الأحوص وأبي بكر الثقفي أيضا، وروى عنه أبو بكر بن عياش وإبراهيم بن سعد. قال البيهقي ثقة. قال أبو جعفر النحاس مدلس لا يقوم بحديث حجة حتى يقول حدثنا وما أشبه. طبعا هنا أصلا إسقاط في هذا الباب، ولم نرى أحدا يسقطه بهذا الإسقاط، لكن حقا هو مدلس. نعم هو مدلس، والكلام على ضابط التدليس عند المتقدمين كيف يمر الإسناد وكيف لا يمر الإسناد. قال أبو حاتم ثقة. كفاك بتوثيق أبي حاتم لأبي إسحاق السبيعي، حق نوعاء للعلم. قال أبو حاتم ثقة. ومرة قال أبو حاتم هو شبيه بالزهري في كثرة الرواية والاتساع في الرجال، وهذا توثيق آخر كما قلنا هو واسع العلم في اتساع الرواية وأيضا بالرجال. قال وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني. ومرة قال اختلط، وهو حقا اختلط في آخر عمره، وقد قيل فيه أنه كبر فساء حفظه، كبر فساء حفظه، لكن الأصل بأنه واسع الرواية كالإمام الزهري وهو ثقة. قال ابن حبان كان مدلسا. قال أبو داود حدث عن 100 شيخ لا يحدث عنهم غيره، وهذا انفراد، وهذا انفراد دلالة واضحة على أنه واسع الرواية، ومثل ذلك يفتقر إليه، إن صح التعبير مثل ذلك يفتقر إليه، يكون رحلة. قال أحمد بن حنبل ثقة صالح، ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخرة، يعني المعنى اتقي ما حمل من حملوا عنه بآخرة. لماذا؟ لأنه اختلط في آخر عمره، أو قال ساء حفظه لما كبر. قال النسائي ثقة، وقال أحمد صالح الجيلي ثقة، والحق أنه يعني ثقة كثير التدليس، وقد ساء حفظه واختلط في آخر عمره. فالرواية عنه قبل اختلاط بأنها رواية صحيحة، وإن كانت بعد اختلاط فهي ضعيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أهل الكوفة سليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسد ويكنى أبا محمد. أبو محمد سليمان بن مهران رحمكم الله، سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي، هذا فحل الفحول أيضا في أهل الكوفة. صحيح. روى عنه أبو بكر بن عياش وأبو عبد الرحمن المدائري، وهو روى عن أبان بن عثمان وعن أبي حازم، وأيضا روى عن أبي صالح ذكوان، وروى عن كثير من المشايخ. سليمان بن مهران من أساطير المحدثين. قال أبو القاسم الملاحي أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود هو سليمان بن مهران. قال أبو بكر بن عياش كنا نسميه سيد المحدثين، هذا من أرقى درجات التوثيق. قال أبو بكر بن عياش كنا نسمي سليمان بن مهران سيد المحدثين. قال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه. قال أبو زرعة إمام، هذا أيضا من أعلى درجات التوثيق، من أعلى درجات التوثيق. لا وطبعا توثيق أبي حاتم وأبي زرعة لا يقدم على البخاري وأبو داود، لكن يقال بأنهم من التشدد بمكان، فإن وثقوا هذا بطلوع الروح كما يقولون، فعليك أن تعد على توثيق بالنواجذ.
قال أبو زرعة عن سليمان بن مهران الأعمش قال إمام من الأئمة، قال أحمد أرحل أهل الكوفة هو سليمان بن مهران. طبعا هذه ده أيضا على أن الرجل كان يدور الرحلة في طلب الحديث. قال النسائي ثقة، قال النسائي ثقة. سليمان بن مهران الحق بأنه من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، ولك أن تعلم من سليمان بن مهران، أنه كان في بادئ أمره عندما جلس مع ابن عيينة وكان قد ذاع صيته، فقال ابن عيينة فقال حديث بحديث، قال حديث بأربعة، حديث مني ابن عيينة بأربعة منك. لكنه بعدما ذهب إلى مكة ورجع بعد ذلك إلى الكوفة وجد المجلس يكتظ بطلبة العلم، فقال من؟ فقالوا سليمان بن مهران، فتعجب هذا سليمان بن مهران وجلس يستمع له، فقام له واسترحلق وقال سليمان أتذكر ما مضى؟ فقال له قد انقضى ما مضى. الآن اعكس تصب، والمعنى واحد من سليمان بأربعة من ابن عيينة. وهذا طبعا دلالة على أن الإمام سليمان بن مهران كان من العلماء الأفذاذ، كان من العلماء الأفذاذ، وكان من أساطير المحدثين. لذلك قال الإمام الذهبي إذا قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجذ، روى له الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم صار علم هؤلاء الست إلى أصحاب الأصحاب. انظر بقى هنا الآن قال صار العلم، يعني تسليم هنا الآن من أنبل يدور الحديث على هؤلاء الذين سيذكرهم الإمام العلم علي بن المديني. قال رحمه الله فلأهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. مالك بن أنس، خلاص واحد واحد. طب كمل تفضل. قال رحمه الله فلأهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله تعالى عداده في بني تيم الله، ومات سنة 79 و100. مالك بن عامر بن شهاب رحمه الله. نعم مالك، مالك مالك بن أنس، تعلمون مالك بن أنس وهو من أئمة المذاهب المتبعة. مالك كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها. مالك يكفي فينا فيه قول الإمام الشافعي إذا ذكر حديث في مالك النجم. مالك روى عن الزهري وعن أسامة بن زيد وروى عن نافع، وهذه قال فيها البخاري وكفاه بهذا القول. قال الإمام البخاري سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من الأعلى، يعني هو علو بينه وبين السلام رجلان. قال مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا وقال بعض العلماء وليس أجل من الشافعي يروي عن مالك، فيروي الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس أجل من أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي. هناك حديث ما يقرب من 13 حديثا في المسند بنفس السلسلة، أحمد يروي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو 7 أحاديث. أنا الوهم أدركني في العدد، لكن هناك روايات بنفس هذه السلسلة المرصعة باللآلئ والزبرجد. قال الإمام البيهقي مالك بن أنس ثقة. قال أبو جعفر الطحاوي إمام حافظ ثبت في روايته. يعني تعلمون أن مالك أصلا أيضا قد يعني مدحوه مدحا عظيما لم يكن في أحد غيره، وبهذا المدح قدم على الثوري الذي هو أوسع منه رواية. لأنه لما قيل الثوري لما قيل له مالك قال مالك وما مالك، يعني رواية قليلة، لكن ها المدح الذي مدحه الإمام مالك والذي قدمه على الثوري ما هو يا ترى؟ صبرا انتظر شوف الأخ، فانتظر انتظر وبعدين اكتبها. كويس أنت؟ من الذي كتبها؟ نعم كما قال عمر الانتقاء، وقال جهاد أيضا كان ينتقي ممتاز، والانتقاء أيضا قاله بشار بركتم والله بركتم الحمد سلسلة الذهب ستأتي. وسعيد النقيب قال ينتقي، يعني سعيد الآن انتحل شخصية حاتم في الانتقاد، كيف أنت أصلا تتركوننا؟ سعيد لامع، احنا ما نتكلم بشيء، انت لامع لامع انا هو لامع لامع، انا قلت انت لامع ما في مشاكل. وحاتم ايضا قال كان ينتقي، صراحه هذا القول في الامام مالك هو التوثيق الراقي في هذا الباب. قال الامام ابو حاتم مالك ثقه امام اهل الحجاز، ومرة قال هو ثقة وهو أثبت أصحاب الزهري. وابن عيينة
قال وهو أنقى حديثا من الثوري، وهذا الذي قدمه كما قلنا، والأوزاعي، وهو أقوى من الزهري. وهو أقوى، أسف، وهو أقوى من ابن عيينة في الزهري. وهو أقوى من ابن عيينة في الزهري. الحق إن في خلاف بين العلماء في مسألة التقديم، لأن البعض يقدم ابن أبي ذئب عليه، والبعض يقدم ابن عيينة، والبعض يقدم الليث بن سعد. والحق في خلاف بين العلماء، لكن هؤلاء هم أثبت الناس في الزهري، هم أثبت الناس في الزهري. قال أبو داود ليس في الدنيا أحسن حديثا منه. قال ليس في الدنيا أحسن حديثا منه على القلة. يعني هو الآن شوف يقول قليل الحديث بالنسبة لرواية الزهري رواية أو رواية الثوري، لكن قال ما رأيت أحسن حديثا منه. طبعا لما يقول ما رأيت أحسن حديثا منه يقصد بذلك حسن الحديث هنا الانتقاء، الانتقاء ينتقي المشايخ الذين يروي عنهم. قال أحمد بن حنبل قال مالك أثبت الناس في كل شيء، هذا قول وليه جدا في الإمام مالك. قال مالك أثبت الناس في كل شيء. وقال ابن حبان أول من انتقى الرجال من الفقهاء هو الإمام مالك. وكما قلنا أولى التعبير لفضل الإمام مالك وبيان مكانة الإمام مالك هو قول الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقد قال أيضا قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أهل المدينة محمد بن إسحاق بن يسار مولى بني مخرمة ويكنى أبا بكر، مات سنة 52 وسمع من شهاب والأعمش رحمة الله عليه. نعم، محمد بن إسحاق بن يسار هو الذي يروي عن الأعمش ويروي عن ابن شهاب عن الزهري. قال أحمد بن عدي في الكامل فتشت في أحاديثي فلم أرد في أحاديثي ما يتهيأ أن يقطع، يعني علي أن يقطع به أو يجزم به بالضعف، وربما أخطأ في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره وهو لا بأس به. هذا الكلام فيه يعني فيه شيء من الدقة، ما تفهمون من كلام ابن عدي كتابي الكامل. هو يقول فتشت وبحثت فما رأيت في حديث ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، يعني قال هذا ضعيف جزما لا ترد. قال وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره وهو لا بأس به. ماذا تفهمون منه؟ اعتمد صبر الرواية في الحكم الراوي. هو نعم اعتمد ذلك، لكن أريد ما فهمت من كلامه أو ما فهمتم من كلامه. من ذا الذي له الحسنة فقط فهو ثقة. يا سلام، هذه من العاطفة الأخ سعيد، عشان إيه ما قرأناها أول شيء أنه مختلف فيه. لا بعيد هذا يا جهاد، ليس لا يقال أنه مختلف فيه، ليس تمام الضبط. هو الحق بأنه في قوله هنا عندما قال هو يخطئ كما غيره يخطئ، كما يقال في الراوي ثقة يهم، وأولى الأقوال فيه أنه ثقة يهم، ثقة يهم، وهم في كذا وكذا. فدائما في مثل هذه الأمور يعقب الذهبي، يقول وماذا بعد؟ طب يهم وماذا بعد؟ وهل هناك اجلس ساكت اجلس ساكت. طيب خلاص تقصد كذلك. طيب رددنا قبلناها. الإمام الذهبي يقول وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يهم وماذا بعد؟ يهم وماذا بعد؟ والمعنى بأنه ثقة لكن له أوهام، ثقة له أوهام. لحظة، أنت قلت ذلك وتقصد هذا؟ طلعها. تقصد هذا؟ خليك تقسم الآن، تقصد أنه ثقة له أوهام؟ أقسم والله العظيم، ده أنا كاتبها، مش أقسم من أجل مكتوب. طب هات. من ذا الذي له الحسن فقط فهو ثقة. أرأيت؟ فهو ثقة. أنا قلت لك ثقة يهم. كتبت يهم؟ فكتبت شيء. أنت بتفهم؟ يعني إيش؟ ما أنت بتضحك ولا إيش؟ لا. أمال إيش؟ ما كتبهاش. في أداب تتأدبوا جميعا بها. وأنت تقول، أنت قلت ثقة الآن، هل تعلم بقول علماء الجرح والتعديل في التفريق بين ثقة يهم وثقة؟ تعلم ولا ما تعلم؟
عند المنازعة والمخالفة من يرجح؟ بس هذا هو. بس أول الكلام ماشي، أول الكلام جيد، لكن لكن عندما نقول الجملة الأخيرة تفهم من ذلك بإيش؟ ستعلم لا ما يهم كلمة الذهبي هذه، ما هو مقال ثقة أهم. هو يقول أنا قلت إنه بيقول لا، عندما يروي أمثال هؤلاء يقول ماذا بعد، يعني من ذا الذي له الحسن فقط كما تقول وماذا بعد. لكن هنا الآن الجملة التي تقال فيه أنه ثقة يهم، والدلالة على ذلك ما سيأتيك في كلام العلماء عنه، هناك من ضعفه، فأنت قلت ثقة بإطلاق، هذا خطأ، هناك من ضعفه. يعني البيهقي قال رواياته ضعيفة، إذا المبين سمعوا فيها طبعا هنا هذا معناه إيش؟ معناه اتهامه بتدليس. نعم. وقال أبو حاتم ليس عندي في الحديث بالقوي، وقال ضعيف الحديث يكتب حديثه، فتضعيف موجود، فأنت قلت ثقة بالإطلاق، مفهوم؟ والصحيح أنه الكلمة التي تكون كذلك نقول نعم ليس هناك ثقة لا لا, لا يهم. الزهري وهم، مالك وهم، الشافعي وهم، بل أحمد أدركه الوهم، الحفظ خوان، لكن الكلام على من كثر وهمه أو قل وهمه، والكلام على الخلاف بين أو الاختلاف، وهذا أيضا علم آخر يتقن العلماء الذين يدركون ففضل هذا العلم، بأنه يعرف كيف يفرق بين أقوال علماء الجرح والتعديل وأيضا الترجيح، لأن هذه يعتمد عليها صحة الإسناد أو ضعف الإسناد في هذا الباب. فأنت عندك هنا أبو حاتم يقول ليس عندي في الحديث بالقوي، هذا تضعيف وليس بالهين، ولذلك هو قال حديثه لا يحتج به، قال ضعيف يكتب حديثه، ولما يكتب حديثه معناه إيش؟ للاعتبار، وهذا تضعيف. قال أبو زرعة الدمشقي قال رحل فقد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه، اجتمع الكبراء من على الأخذ العلم منه. طبعا هو هذا أيضا لا يكون من باب علو التوثيق، قد ينفرد فيأخذون منه، قال أبو زرعة الرازي قال صدوق، قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال محمد بن إسحاق بن يسار من أحفظ الناس، قال أبو يعلى الخليلي قال عالم واسع الرواية والعلم وثقة، قال أحمد حسن الحديث وفي رواية قال ليس بحجة، قال حسن الحديث وفي رواية قال ليس بحجة، وقال مرة إذا انفرد لا يقبل حديثه، هذه دلالة واضحة جدا على قوة الوهم الذي يقع فيه، قال إذا انفرد لا يقبل حديثه، قال والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلامه ذا من ذا، وهذه فيها دلالة على عدم الضبط، وهي رواية ظاهر جدا. قال النسائي ليس بالقول، قال جيلي ثقة، والراجح الصحيح في ذلك الحق بأنه ثقة لكن له أوهام يهم، يعني ليس بتمام الضبط، وضبطه ليس متقنا، هذا بمحمد بن إسحاق ابن يسار، لكن في النهاية حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، شوف هنا صراحة صالح بن أحمد أتى بها، قال إذن هو صدوق، وهي طبعا عند ابن حجر صدوق معناها أنه هو حسن الحديث. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ومن أهل مكة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مولى لقريش. محمد بن إسحاق من وين؟ محمد بن إسحاق من أهل المدينة، ختم به الكلام وانتقل بعد ذلك إلى أهل مكة. طبعا كما رتب أولا رتب ثانيا في التلاميذ، كما رتب في الشيوخ رتب في التلاميذ. قال رحمه الله تعالى ومن أهل مكة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مولى لقريش وكان أبا الوليد. نعم. سنة 51 و100. جزاك الله خير. أبا الوليد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الأموي القرشي، هذا عبد الملك ابن عبد العزيز أيضا من أساطين المحدثين، وإن كان يرسل ويدلس لكنه من أساطين المحدثين. قال أبو القاسم ابن بشكوال قال ثقة، قال البيهقي حافظ ثقة، قال ابن حبان ثقة يدلس، قال أبو زرعة هو من الأئمة، قال أحمد بن حنبل كان من أوعية العلم وأثبت الناس في عطاء، ويقصد بعطاء هنا وعطاء ابن أبي رباح عالم مكة، فقال وهو أثبت الناس في عطاء. قال أحمد بن صالح الجيلي
ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب. وهذا من أحمد بن صالح يذهب مذهبا. ما هو؟ قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب. نعم، وهو الحق أنه حافظ لكن هو أصح كتابا. قال ابن أبي حاتم قيل لعطاء من نرى ما ترى من صاحب مجلسك بعدك، يعني ما ترى من يكون صاحبا لمجلسك بعدك، فقال هذا وأشار إلى عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. قال ابن المديني قال هو في نافع أثبت من مالك، هو في نافع أثبت من مالك، وهذا منه تقديم عبد العزيز على مالك، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وبعدين يعني الخلاف هنا بين التلميذ وبين الشيخ، صحيح؟ لأنك سرحان. طب هل هذا صحيح؟ هذا روى عن الرامي تاع ابو عرام. قلت هذا مخالفة من التلميذ للشيخ. قال ابن المديني هو أثبت من مالك في نافع. اسكت بقى خلاص، مش أخران، لأن يقال الصوت. الصوت موجود، اللي عنده الصوت منقطع يحدث البث. واضح واضح جيد الحمد لله. هذه مخالفة بين التلميذ وبين الشيخ. ابن المديني قدم عبد العزيز في نافع على مالك، أما البخاري لا يقدم على مالك أحد، فهذه المخالفة بين التلميذ والشيخ. التلميذ هو البخاري، والبخاري البخاري قال سلسلة الذهب. هو المفروض تنتبه، وسع دائرة الفكر لتصل. مشكلتك انك بتبحث عن المعقد دون اليسير. فالبخاري يقدم على علي بن المديني صراحة. اذا نقول بان ابن المديني وان كان قد قدم عبد العزيز، والحق انه لا يقدم على مثل الإمام مالك، وهو إمام علم لكن لا يقدم على الإمام مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أهل مكة سفيان بن عيينة بن ميمون. نعم أكمل. مولى محمد بن مزاحم أخو الضحاك بن مزاحم الهلالي، ويكنى أبا محمد مات سنة 98. سفيان بن عيينة كفى أنه شيخ الإمام الشافعي، كفى بأنه شيخ الإمام الشافعي. سفيان بن عيينة العلم، الإمام المحدث الفقيه، وسفيان بن عيينة له ما له من الأيادي البيضاء على الأمة الإسلامية بحفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن الزهري وعن غيره. الإمام ابن عيينة قال أبو الفتح الأزدي قال الأئمة عن سفيان نقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على مثل ابن جريج ومعمر ونظائر هؤلاء. والحق أنه قيل في الإمام ابن عيينة عن عنته تمر كالتصريح، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. قال بهقي ثقة إمام، وهو أثبت الناس أو أثبت أصحاب الزهري. قال وأثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة، وكان أعلم بحديث عمرو بن دينار. الحق كما قال أئمة الجرح والتعديل أثبت الناس في عمرو بن دينار هو سفيان ابن عيينة. قال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين، وكان من أهل الورع والدين، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. ما أروع ما قال ابن حبان تفصيلا في توثيق الإمام ابن عيينة. قال أحمد أثبت الناس في عمرو بن دينار. حافظ له غلط في حديث الكوفيين، لأنه خلاص استقرب بمكة. والحق أنه كما قلنا الأغلاط هذه تقع في جميع العلماء. قال أحمد صالح الجيري ثقة ثبت في الحديث. والحق بأن الشافعي قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. الحق بأن كلام يحيى بن سعيد القطان لا يرد بل يطوى ولا يروى في هذا الصحيح. والحق بأن كلامه كان على سفيان الثوري وأيضا الزهري،
والكلام على سفيان بن عيينة الحق أنه كما قلنا يرد ولا يروى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهل البصرة سعيد بن أبي عروبة مولى بني عدي بن يشكر، وهو سعيد بن مهران، ويكنى أبا النضر، مات سنة 58 و100. سعيد بن أبي عروبة بن مهران وهو من الثقات الأثبات من أصدقاء المحدثين، قال ابن عدي من ثقات المسلمين، وهو قد اختلط بآخرة، اختلط بآخرة، لذلك قال: فمن سمع منه قبل الاختلاط ذلك صحيح حجة، وأما من كان بعد. تعلمون أنتم في الاختلاط يعني مراتب ثلاثة، صحيح ولا لا؟ المرء عن المختلط مراتب ثلاثة. تفضل يا أخ عامل أنت، تعال ما أنا بس عشان إيه نخليك تستفيق. هات. بس هو أنا بقى صوت الخوف ده دلالة على الخوف وإيش من الخطأ والموت و يعني أنت ما نمت بقى من يومين ونحن الله المستعان. حق مراتب الرواية تقول أن الرواة عن المختلط من روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، من كان مبهما لا يعلم قبل أم بعد، من روى عنه قبل الاختلاط لأنه ثقة يكون الحديث مستقيما، من روى عنه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف، إلا إذا جاءت القرائن تثبت أنه ضبط هذا الحديث، ومن روى عنه لا نعلم إن كان قبل أو بعد فهو متوقف على أن يكون نعم قبل وبعد وجهال. نعم هذا صحيح، متوقف عما تأتي، متوقف فيه حتى تأتي القرائن التي تثبت ضبط لنا هذه الرواية أم لم تضبط الرواية. قال أبو الفتح الأزدي، وهو يعني دباح وليس كما أقول، لا نقول جراح، زباح. طبعا جراح هذا يعني ما مشكلة، احنا عايزين واحد عدال مش جراح. نعم، فهو حقا جراح جدا وشديد الجرح أبو الفتح الأزدي. قال: اختلط اختلاطا قبيحا. قال أبو بكر البزار: إذا قال سمعت أو حدثنا كان مأمونا على ما قال، واختلط بآخرة. قال أبو حاتم: قبل أن اختلط ثقة، وكان أعلم الناس بحديث قتادة، وهذا الصحيح، أثبت الناس في قتادة هو سعيد بن أبي عروبة كما قلنا في هذا. قال أحمد: لم يكن له كتاب، كان يحفظ حديثه كله، وهذا يرد على من قال حدثنا في هذا الباب، وأحمد أعلم بهذا، وكان يقول بالقدر ويكتمه، وحدث عن قوم لم يسمع منهم شيئا، ودخل الكوفة قبل الهزيمة مرتين، فمن الهزيمة يعني إيش الاختلاط. قال: فمن سمع منه قبلها فسمعه جيد. عامة هذا حقا في جرح وتعديل مفصل من الإمام أحمد بن حنبل. قال ابن المدينة: أحفظهم عن قتادة وسعيد ابن أبي عروبة. هل في البصرة في أحد آخر؟ البصرة نعم. طيب نقف عنده، فإن كان هناك أسئلة فتفضلوا، كان هناك أسئلة تفضلوا. يقول: لماذا رأيتم شيخنا أن قول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله في مرسلات ابن عيينة مردود؟ أرى أن كلام سعيد منفرد في ذلك، لم يوافقه أحد، وسفيان ابن عيينة تدليسه مقبول، فكيف بمرسله؟ تقول: هل يضاف من يروي الأحاديث من المعاصرين إلى رجال الحديث؟ هذه تشريفية، السلسلة هذه تشريفية، ولذلك ترى فيها المبتدعة والضوض وأهل الضلال هذه تشريفية لإثبات شرف هذه الأمة في الإسناد. نعم. يقول شيخنا: من الذي له الترتيب الصحيح لتشدد المحدثين وتساهلهم؟ ليس هناك كتاب معين يبين ذلك، لكن الذهبي سرد هذا، وأيضا الحافظ بن حجر في مقدمة التهذيب سرد ذلك. نعم. طبعا الذهبي أول من أجلى الكلام على المتشددين والمتساهلين من المتأخرين يعني. نعم. وفيك بارك، نسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة يا هشام، ويجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. يقول: هل هناك فرق بين من اختلط حفظه ومن تغير في كتابه؟ نعم نعم نعم، طبعا لابد أن تفهم أن الاختلاط والتغير بينهما فوارق، فالتغير أخف، ولذلك حماد بن سلمة قيل فيه تغير بآخرة، وما قيل فيه الاختلاط،
وكتاب الاغتباط مهم جدا في هذا الباب للتفريق بين التغير وبين الاختلاط ودرجات الاختلاط في هذا الباب. نعم.